مشاهدينا الكرام، يقام مساء هذا اليوم حفل تأبيني في الذكرى السنوية للراحل المطرب والفنان الكبير جابر عثمان. للمزيد من التفاصيل حول هذه الذكرى وحول تفاصيل تخص الفنان جابر عثمان وغيرها من المحاور الأخرى، يسعدنا أن يكون معنا من ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الآن رغم فرق التوقيت الزميل الإذاعي المحترم وابن شقيقة الفنان الراحل جابر عثمان الأستاذ خالد الدرسي. أستاذ خالد، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير لكم جميعا أسرة هذا البرنامج، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك، وهذه فرصة أستاذ خالد أن نتصافح لنا فترة طويلة، يعني ما توصلناش معك ونتحدث عبر تلفزيون المسار وبرنامج مشوارنا عن الراحل الكبير جابر عثمان اللي كان له بصمة واضحة في عالم الطرب والغناء، وكان أيضا كانت أيضا أعماله الغنائية هادفة خاصة المتعلقة تلك بالطفل. لو أحببنا خالد أن نتحدث عن جابر عثمان، من أين نبدأ؟ رحمة الله على الفنان الكبير جابر عثمان، واليوم هي ذكرى سنوية الأولى لرحيله، الرحيل المفجع والمؤلم. أولا جابر كان يصر أنه هو إنسان قبل أن يكون فنان، ويأكد دائما في كل يقول أنا إنسان قبل ما أكون فنان، ولا يمكن يكون فنان إن لم يكن إنسان. فدائما أحب أن أبدأ بالحديث عنه كإنسان. الله يرحمه، يعني هو إنسان شخصية فاضلة، طيب القلب. جابر كان رحمة الله عليه في أي صفة اجتماعية، لما تسأل الجار يقول لك نعم الجار، لما تسأل الزميل يقول لك نعم الزميل، لما تسأل أبناء أخته، أقاربه، خواته، تربيته لأولاده تربية فاضلة، تسأل جوزته، أي إنسان يقول لك جابر نعم الجار، نعم الأخ، نعم الزوج، نعم الابن، نعم الأب، نعم، يعني كل شيء كان يأخذ بصفة المثالية. كان شخص ما قدرش نقولنا مثالي، بس هو مثالي حقيقة. خسارة كبيرة لنا، وخسارة كبيرة للوسط الفني والجمهور الكريم. هو إنسان فاضل، وهذا انعكس في فنه، لما نحن نشوف الفن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. بالضبط، كان فنان صادق، كان فنان يعطي من قلبه، يعني ما يحاولش مثلا يسعى بيكون نجم، يسعى بيكون معروف، لا، ما كانش هذا هدفه حقيقة. اللي يعرف عن قرب عمره ما كان يسعى للنجومية زادفة، ولا عمره كان يسعى إلى مجد كاذب. كان شخصية صادقة معطاءة. لما اقترب من مجال الأطفال وبدأ يعد الأطفال من 88، وطبعا قبلها كان مع أستاذنا الكبير فهيم الشريف المساعي بالخير في المسموعة. لما ظهر في المرئية في فقرات أطب الأوقات، وظهر في أمل الغد 88 و92، سر النجاح حنقول لك الصدق، سر النجاح الكبير في حياته. ما كانش حاجة يدير شيء مش مقتنع به، ما كانش يقدر يدير شيء مثلا هو يعني نحن نقول ماشي أي حاجة أي مادة أي، لا، كل شيء بدقة وكل شيء بصدق واجتهاد. هذا هو الفنان جابر عثمان باختصار. نعم. وهذا سر نجاحه كإنسان وكفنان. نعم، ربما يعني من خلال معاشرتنا ومزاملتنا لهذا الفنان جابر عثمان، من خلال يعني ما كان يضمنا داخل مبنى الإذاعة في بنغازي، هو ما أشرت إليه أستاذ خالد، خاصة الجانب الشخصي والإنساني وفي شخصية جابر عثمان. كان عفوي وكان تلقائي، والكلام هذا نقوله فيه لأنه بالفعل يعني ربما خالد
كلامه بالتأكيد موجه للجمهور، ولكن عندما يقول هذا الكلام لنا كزملاء خلينا نقول لا يضيف جديد، لا يضيف جديد في هذا المعنى. أقصد أن بالفعل نحن نأكد على هذا الكلام بأن جابر عثمان قبل أن يكون فنان أو مطرب كان إنسان بالدرجة الأولى، لذلك أحبه الأطفال ونجحت أعماله بالرغم من كل الصعوبات والعقبات اللي كان يواجهها. ربما كان يدفع حتى من جيبه، كان داير مبنى جنب الإذاعة وصينا تقريبا على حسابه ومساعدة آخرين للأمانة من أجل الاهتمام واحتواء الطفل، خاصة في بنغازي أقصد وفي عموم ليبيا. شارك بهذا البرنامج في مسابقات ومهرجانات عربي أذكر منها تقريبا في مصر، وتحصل على الترتيب الأول. يعني فقط أردت أن أضيف إلى ما قلت خالد. بارك الله فيك. أول الحديث عنه يطول طبعا. نحن يعني كان خسارة هذا الفنان، لو نحن نقول خسرنا هذا الفنان هو خسرته مرحلتين، يعني على مرحلتين لما تعثر وبحد سأل عنه مسيرته الفنية. هناك كثير من يتحدث في الوسط الفني أو كذا يقول لك اعتزل الفن. اللي نحب الأكدر كشخص قريب منا إنه في 95 اعتزل الجانب العاطفي فقط ولم يعتزل رسالة الأطفال. هذه يعني متأكد منها. لكن كان يبحث عن الإمكانيات، كان في حالة حوار داخلي مع نفسه، مع إنه كيف يبدأ مع الأطفال، شوفوا جهل من الرسالة. نحن فقدنا جابر عثمان الفنان لما تعثرت مسيرته الفنية بعد 94، وما كانش في أي اهتمام من هذا التعثر. يعني كان في دول أخرى يستدعى الفنان ويحكم معه وشو ناقص يكون بهذا الحجم، وشو يعني شنو معرقل مسيرتك الفنية. وكانت الطمة الكبرى وفاتها، يعني تفاجأنا أن فيروس كورونا تمكن منا وقضى عليه في خلال 4 أو 5 أيام. كانت صادمة كبيرة. أنا عن نفسي قعدت لي أشهر مش مصدق الخبر، يعني في حالة عدم التصديق. جابر حالة إنسانية فريدة بالفن، نقدر نقول لك أنه حالة إنسانية فريدة، يعني صعب أن يتكرر بكل هذه الملامح اللي تشوفها، الملامح الإنسانية والعطاء وقربة من الأطفال، وفنان شامل بمعنى الكلمة. لو حكينا عليه أنا عن نفسي نعرفه أنه هو لو ترك نفسه للمجال العاطفي حيكون نجم النجوم، أنا متأكد منه. ولو ترك، لو شفناه كموسيقي يعزف على أكثر من آلة موسيقية وعنده رؤية في التوزيع الموسيقي وعند بعض الأعمال فيها موسيقى تصويرية، وفي الأطفال أبدع في الموسيقى وأبدع في التقديم والإعداد وتصميم الرقصات وتصميم الديكور، وأيضا تتفاجأ أنه حتى عنده رؤية في الإخراج. يعني كانت لما يشوف بعض الأعمال تذاع في القنوات تشوف عنده يعني وجهات نظر في الإخراج وتراها صحيحة وعلمية ومضبوطة 100%. فهو فنان شامل. نعم. وإنسان عميق. أنا أقول خالد، أنا أقول بأن يعني من ناحية تقديرية بأن كانت علاقة خاصة تربطك به، يعني ناهيك عن أنه هو خالك، ولكن الجانب الفني والإذاعي هو اللي كان يجمعكم. فحدثني عن علاقتك الخاصة بجابر عثمان الخال، ويعني أصحاب المزاج والهواية الواحدة إن صح التسمية. هو فعلا طبعا لو جابر لما نتذكر على طول نتذكر الطفولة، أنا صغير حقيقة نتذكرها، يعني نتذكر أواخر السبعينيات قبل ما يدخل المجال الفني. كان خال دافئ حنون، يعني نحس بطعمة الخال فيه.
كان يجينا طلع في تحويز كان في ارض جريش في اواخر السبعينيات، ونحن في ارض السناك، كان عباره يحضر شارع فلسطين كل يوم وجينا. وكانت اجمل حاجه تجمعني به في طفولتي كانت يوعدني بان نمشي للبلاد، كان هو يعني في العمر 17 18 سنه نمشي لوسط البلاد. كيف ياخذني حتى على كتوفه ويعبر بيا سنة الزيتون في أرض السلاك المعروفة شهداء الواجب الآن، و602 كانت عبارة عن مزرعة من الزيتون، كان يعبر بي هذه المزرعة ويحطنا على الكتوفة يخشى أن الكلاب ممكن يقابلنا شيء يعني في الطريق، ونعبر عند قراش قزح ونشوف برج الحمام هذه وجوه طريق 50، وياخذني بالحافلة نركب الحافلة نوياه ونطلع وسط البلاد. كان يحب يشاهد الأفلام في سينما المجاهد والنصر وهايتي، وكان يحب يرتدي بعض المقاهي. الشيء الملفت النظر استاذ احمد من سباه محبوب، يعني شخصيه محبوبه، فكنت لما نركب الحافله لازم يقابل حد يعرفه وصغير، يعني كان تحت 20 سنه، لما ينزل وسط البلاد حد يعرفه، يخش مطعم حد يعرفه، يمشي للسينما اكيد حد يعرفه، فهمت؟ يعني كان شخصيه شخصية عامة طبعا. من قبل ما يدخل حتى المجال الفني وما حدا عليه شاهد هذا الكلام. فيعني علاقتي به ايضا نعم يعني قريبه، يعني علاقه نعم خالد، انا في الاستماع اليك. العلاقه اللي كانت تجمعني بي ايضا علاقه الصداقه، كان لي خال وصديق واعتبره اخ لي كبير، لان لما تربيتنا يعني يوميا كان قاعدنا معنا في البيت، وكنت نمشي لبيت جد، كان قريب منا، كنا جيران يعني بيت جدي وبيتنا، وسبحان الله يعني كنت نعم، هو خاصة نعم ايضا عندما يتعامل أي شخص معانا، خاصة عندما نكون أطفال وصغار في السن، نتذكر تلك اللحظات الحلوة، بالرغم من يعني زي ما تقول يعني هو مجهود بسيط يقوم به، يشيلك للسينما، يشيلك للبلاد، صحيح التفسح، لكن معناها كبير للطفل هذه، يعني بالنسبة له هو ربما شيء عادي، لكن المعنى الكبير والقيمة العظيمة للطفل الصغير لما تدير له هذه الأشياء البسيطة تكبر معاه ويتذكر صاحبها بكل حب كما ذكرت الآن. صحيح. ولما طبعا كبرت كان لي اخ وكان لي رفيق وكان لي يعني سند في كثير من عثرات حياتي، نعم كثير من عثرات في بداية حياتي، كان هو الملجأ الاول لي انا شخصيا، وكان هو الناصح الامين، يعني كان لا يجي مني يشوف خطا ويشوف كذا، كان من النوع اللي ياخذك وحدك ويبدا يحكي معك، ولو استغرق حتى ساعه او ساعتين حتى يوصل فكرته او وجهه نظره في الموضوع اللي شاف عليك او كذا. كان طبعا نعتبر بمثابه اب لما توفى والدي، يعني كان هو المرجع بتاعي لما توفى والدي. لما تزوجت في 2008 كان هو وكيلي، هو اللي وكلته حتى تزوجت. واجمل المواقف اللي منقوشه في الذاكره، ويعني كانت مؤخرا في 2010 في امريكا، خفت من الفشل، يعني صار لي الفوبيا اللغه والدراسه، ف الغربة. بنكلم الوالده بنقول لها ادعي لي، فقلت لي خطر خالك موجود بالعمره في رمضان 2010، فقلت لها دون كلمه الان، كلمتها وقلت لي خالي 1 2 3 انا كذا كذا، فقال لي حندعي لك ان شاء الله من العمر، يعني من مكه ومن المدينه. فتفاجات فيه بعد يومين يتصل بي يقول لي انا قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعيت لك ب1 و2 و3 اللي انت طلبت مني، دعواتها اجيبت الحمد لله الحمد لله. طيب خالد، خليني نسألك، أنا عارف أن في فرق في الزمن في الاتصال ما بيني وبينك، نحن نستخدم الماسنجر الآن، وهو المفروض نقول لك من الأول، يعني نحن سهرناك معانا تقريبا ساعة أربعة وشوية عندك. ها؟ نحن بكرة حيكون عندنا الأحد إن شاء الله، طبعا هو اليوم الأحد عندك من آه. الأسبوع،
ونحن الأحد صباحا، ويوم الاثنين حيكون عطلة رسمية في أمريكا بعيد الاستقلال أمريكا، فنحن في أجازة يعني، ما فيش أي أثر في السهر. يعني تقريبا ساعة 4 وشوية عندك. الآن الساعة 23 دقيقة ثلاثة ثلاثة الفجر وثلث نعم. صباحا يعني. باهي كويس كويس، يعني جو هادئ، ويعني الواحد المناخ ممكن يقدر يسترسل فيه ويحكي فيه. خالد، اليوم كما أشرت في البداية، بداية حواري معك، بأن هناك أمسية وحفل تأبين إن شاء الله يقام بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الراحل جابر عثمان بالمسرح الشعبي في بنغازي إن شاء الله. نعم، إن شاء عندك الله. تفاصيل حول هذه الأمسية؟ تواصل معك حد؟ نعم الحمد لله، تواصلت معهم جميعا طبعا. حقيقة هو شيء مشرف وشيء عظيم، وأثلج صدورنا يعني في كثير من المواقف اللي صارت في الأيام الأخيرة. الفكرة بدأت من الأستاذ نور الدين الشيخي بإنتاج فيلم وثائقي عن الراحل، فتزامن مع الذكرى السنوية يعني، قرب الذكرى السنوية. فسبحان الله يعني، الزملاء من الفنانين ومن الإذاعيين والمثقفين تلقفوا هذا الموضوع وأعلنوا على يوم 3/7 بالمسرح الشعبي حيكون حفل تأبيني لهذا الفنان الراحل، وسوف يتم تكريمه من ديوان الثقافة والفنون المنطقة الشرقية، وأيضا من نقابة المهن الموسيقية، ومن معهد علي الشعلية، ومن فرقة الزمن الجميل. نعم، حقيقة شيء أثلج الصدر، كيف تكاتفوا، كيف يعني في خلال ممكن 10 أيام بدأت الفكرة ونفذت على أقصى سرعة. بالإضافة تواصل معنا الأستاذ الفاضل عبد الياباني وسجل فيديو، وتم إرساله إن شاء الله هذه المداخلة بالفيديو، والفنانة القديرة خدوجة صبري، والإذاعية نورية هويدي. يعني أنا ما أقدرش أقول لك قديش فرحت وسعدت بهذا الحب، ويعني الإنسان يكون لما يرحلوا لهذا الحب من زملاء ومن أصدقاء ومن فنانين مقربين، وهذه الحفاوة حقيقة تعطي دفعا لكل من هو على قيد الحياة أن يعمل، لأن في النهاية حيترك رصيد بعد عمر طويل إن شاء الله نعم. للجميع. أنت قلت في البداية أو عز على نفسك أن يرحل الفنان جابر عثمان بشيء من عدم الاهتمام من الدولة، أنت تحكي بشكل الرسمي، ولكن ما يوسينا بأن تقريبا أغلب الفنانين الليبيين في هذه المرحلة رحلوا بهدوء، ولكن بعد معاناة كثيرة. بالأمس ودعنا الموسيقار والملحن الكبير علي ماهر، وقبل لا أذكر يعني العديد من المطربين والفنانين والممثلين الذين عانوا ما عانوه من أمراض ومن صعوبات وشظف الحياة والقسوة في هذه الحياة دون أقل اهتمام من الدولة، من وزارة الثقافة، من الإعلام، من غيرها من هذه المؤسسات الرسمية. نعم. أستاذ أحمد يعني، شوف أنا ممكن لي 15 سنة في أمريكا، ويعني ولاحظ اهتمام الدولة بالجانب الثقافي. نحن لما بصراحة يعني نقول لك يعني تجربة هي فكرية، لما جيت أحكي مع الليبيين يقول لك والله نبيها كيف دبي وإمارات وكذا. هذه الدول اللي أنا فيها عندهم الإنسان هو الإنسان مقدس. يعني قبل ما نبني عمارة نبني إنسان، قبل ما ندير شيء نهتم بالإنسان. الحديث الآن يطول يحكي لك من الإنسان، الطفل من هو جنين في بطن أمه كيف يتم الاهتمام به، وتصرف له مساعدات، تصرف له أكل وأغذية وفيتامينات من يبدأ جنين لعند ما يصل إلى آخر مراحل من الجامعة، ولما يتخرج يكون فرص العمل قدامه. الاهتمام بالإنسان، هذه الدول كيف أمريكا تعني بالثقافة، عارفة أن الثقافة هي الهوية، يعني شيء مهم.
نحن ممكن نهتم بجيش، نهتم بأمن، نهتم بصحة، نهتم بأمور مرافق بني، لكن الإنسان ماهوش حيز كبير في تفكيرنا. كيف نبني هذا الإنسان؟ كيف يعني الآن المشهد الثقافي حطام، لما اجي ناخذ المشهد الثقافي اللي بيحطام، لما اجيب لي فنان مريض مش لاقي من يعالجه، لما اجيب لي هذا معتزل محدث، لما اجيب لي هذا مش يعني هو بث روح الإحباط داخل الوسط الثقافي. لذلك ما عادش يكون عندك أمل أن تأتي أجيال أخرى مبدعة، لأن شافت الأجيال اللي قبلها تآكلت الأجيال اللي قبلها. صحيح. ونحن الخوف، كل الخوف أن تتآكل ذاكرتنا الفنية وأرشيفنا. أنت عارف الأرشيف الفني الليبي تقريبا بعد 2011 يعني بنسبة، خلينا نقول بشكل تقريبي، فوق حتى 80% أو 70%، يعني راح وضاع، يعني صحيح. ما عادش عندنا ذاكرة. يعني الآن يعني الأجيال الجاية، لما نحكو على الأستاذ جابر عثمان، أو نحكو على الأستاذ الفنانين الكبار اللي رحلوا، والممثلين وهذه الأعمال المختلفة، كيف نحكولهم؟ يعني نحكولهم بشكل شفهي ربما، لأن نفتقد إلى الأرشيف اللي يوثق هذه الأعمال. صحيح. هو يعني مثلا لو لاحظوا، هو مش قياس ببعض الدول، لكن امريكا لما تكون وثيقه في اي مؤسسه، بعد مضي 20 سنه تصبح ارشيف في الدوله، في ارشيف للدوله. يعني اغنيه تذاع في الاذاعه بعد 20 سنه لازم يكون في منها نسخه في ارشيف الدوله. فهمت كيف؟ يعني اي شيء. انا لما مشيت لواشنطن شفت حتى ملابس الناس اللي نزلوا على القمر واشياءهم الخاصه في المتحف موجوده. كل شيء موجود، ملابس الفنانين، أشياءهم الخاصة، مقتنياتهم، صورهم، آلاتهم، كل شيء كل شيء في أرشيف الدولة، متاحف للدولة. هذه الدولة التي تحترم مواطنيها. نعم، نحن يجو في ليبيا الآن مثلا تجربتي لما صار التواصل مع الزملاء في الآونة الأخيرة، تصدق أن بعض الأغاني للفنان جابر عثمان ما بيقلعش، تصدق أن حلقات أم الغد مش موجودة. مش معقول هذا عمل أم الغد، أنسى جابر، هذا العمل تحصل على جائزة دولية، صحيح. تحصل على جائزة هذا العمل. فأنت كيف كيف يكون بهذا الطريقة هذا أداء الدولة؟ أنت هذا البرنامج اسمه أم الغد تم تكريمه دوليا، كيف يمحى من مش موجود في الإذاعة؟ يعني أشياء كثيرة ما تعرفش تلوم من، ما تعرفش تحب العتاب على من. لكن نظل نقول لك الدولة لا تعني بجانب الإنسان وبجانب الثقافي معيار اهتمام. أنا أعطيني إنسان مثقف، أعطيني مسارح، مساحة حرية، ابني إنسان مساحة الحرية تخلي الإنسان يبدأ يفكر. طبعا ما تدريش عمار ناطحة سحاب مثلا، ما تدريش نبني البرج، ما تدريش نبني البرج، نبني مسرح، نبني مكتبة، بنبني انسان قبل. آه نعم. بعدين يعني في كل شيء. هو المحور، المحور هو المحور. طيب خلينا يا خالد نقترب من شخصيتك، من خالد الدرسي الإذاعي ومقدم البرامج. ونحن يعني جمعتنا يعني الزمالة الإذاعية تقريبا في بداية 2000 أو نهاية التسعينات، مانيش متذكر بالضبط، الذاكرة مكتظة ومزدحمة زي ما أنت عارف. صحيح. تجربتك الإذاعية في تلك الفترة، شو اللي تذكر منها؟ تجربتي الإذاعية في تلك الفترة طبعا كانت إذاعية وفنية في نفس الوقت. يعني أنا لأسباب اجتماعية خاصة جدا بعد تخرجي ظليت تقريبا 3 سنوات، وبعدين جيت المجال الإعلام والإذاعة. تخرجت في قسم الإعلام في 97 في بنغازي. تجربتي طبعا كانت اهتمامي أكثر شيء الجانب الثقافي. حاولت ابتعاد عن البرامج السياسية، حاولت ابتعاد عن حتى برامج الرأي بيني وبينك. يعني كنت متذكرك أنت وخالد عثمان وبعض
الزميل خالد عثمان، وذكر الزميل أحمد النايلي وبعض الزملاء، كانت تدير برامج على الهواء للرأي وبعض الجانب، يعني حوار سياسي وحوار صحيح رأي. صحيح، أنا ما كنتش هذا الشيء ما يستهويك. حتى لا يستهويني، لأني أنا مفرط في الرأي، مفرط يعني، كنت ممكن نصدر على الهواء نحكي كلام يعني نحصل في الشباك بتاعهم، فهمت؟ فكنت مركز على البرامج الثقافية. أول برنامج قدمته لغة الفن السابع، صحيح كان في إذاعة الشرق الأخضر المحلية، وقدمت برنامج المجلة الثقافية لخالد الحاسي، للأستاذ خالد الحاسي، قدمت من قصص القرآن الكريم للأستاذة سعاد الشهاني، وقدمت أيضا لسعاد الفنانة القديرة الأستاذة سعاد خليل برنامج ترجمات. يعني استهوت الإذاعة بما فيها، ولما جت فرصة واشتغلت في قناة الليبية قبل مجيء لأمريكا، حاولت إني يعني نبتكر أشياء من عندي، نحاول نكسر الشكل الإعلامي الليبي التقليدي اللي في ذيك الفترة، كيف تعمل دير ستاند أب بالتقرير وكيف كذا، وكنت سعيد بذلك. واستهوتني حتى الإذاعة والتلفزيون لما كنت طالب هنا بين أحداث 2011، اشتغلت مع قناة ليبيا أولا لبعض التقارير، وأيضا القناة الحرة في بدايتها. ولما بصراحة نكون يعني صريح جدا معاكم، لما اكتشفت ان القناة الفلانية توجهاتها كذا وهذه توجهاتها كذا، وجدت في اعلام موجه وفي تمويل وفي كذا، اثرت الابتعاد، فقلت لا انا قاعد بعيد ومش عارف اللي تتبع منه واللي تتبع منه، والامور اختلفت علي، فاثرت الابتعاد. تخرجت ماجستير في الإعلام عام 2013 من جامعة ميدل تينيسي ستيت، تخصصي أفلام وثائقية. بعدها حبيت إني أمارس مهنة ثانية في أمريكا اللي هي مهنة المحاسبة. درست المحاسبة من جديد، وتحصلت على الرخصة الفيدرالية في إعداد الضرائب لأكثر لكل 50 ولاية الأمريكية. أنا عندي الرخصة إني أعد الضرائب الأمريكية ل50 ولاية. والحمد لله بديت حياتي في أمريكا. 5 سنوات نشتغل في شركة مالية للضرائب، 5 سنوات، وبعد تلقي الخبرة أصبحت مؤهل إن أفتح مكتب خاص بي، والآن نشتغل لحساب نفسي في مجال الضرائب ومجال المالية في أمريكا. يعني أنت بعيد الآن عن المجال الإذاعي والإعلامي، درست واشتغلت فيه لفترة بسيطة، ولكن ها يعني واحد في الإعلام ويحكي لي على المحاسبة والأرقام، للضرورة أحكام، الظروف الحياة بالضبط، صحيح للظروف أحكام. بس أنا ما ابتعدتش على فكرة. المدة الأخيرة كان عندي يعني حاولت يكون عندي مشاركات مع الفنان الراحل صديق مخلوف رحمة الله عليه، وهو أيضا شعلة من الشعلة اللي انطفت. يعني كان عندي أغنية اسمها عش النور أصحى مدينة بنغازي، وكان عندي أغنية عدت إليك عن الأم باللغة العربية الفصحى، جربت وفي الغناء يا أغنية خالد أنت؟ شوف جربت الغناء؟ يعني مرات أحب الغناء بس عمري ما غنيت قدام حد، يعني معقول؟ لا عمري ما غنيت. وليش البخل؟ ما غنيت يا لحد يعني قصدي. ما فيش حد يعني يسمع صوتي يقول لي صوتك جميل وغني وكذا، يعني عرفت؟ نغني مع روحي بس. طيب، أنت أشرت إلى مثلا البرامج في تلك الفترة السياسية والإخبارية، وعارفين يعني تلك الظروف شوية صعبة، يعني كان الإعلام موجه وموحد الخطاب، ولكن مثلا هناك برامج خدمية تخدم الناس ولو في بشكل يعني محدود، كان بالإمكان أنها تكون مثلا أيضا من ضمن اهتمامات خالد الدرسي. مثلا كان متاح في تلك الفترة أن نتحدث عن بعض الخدمات المقدمة للمواطن بشكل فيه التفاف يعني،
مراوغة على الدولة في ذلك الوقت. يعني كده ذكر ممكن نقوله يعني برنامج خدمي قدمت المجلة الاقتصادية في دعم الأراضي المحلية. هذا ذكر يعني هذا البرنامج بحكم أني كنت موظف في وزارة الاقتصاد والتجارة، لكن في الغالب تستهوي الثقافة، وأيضا كان عندي جانب التعارف، جانب الفني، يعني حاولت أني نجرب تجارب في التمثيل لثلاث مسلسلات أو أربع مسلسلات، نذكر منها ستار أكاديمي مع فرج عبد الكريم، ونذكر منها طيب ومغيب مع سليمان دينالي، وأيضا دور عمران في مسلسل نوارة للأستاذ بريك درباش. مثلت بعض المسلسلات المسموعة مع الأستاذة سعاد خليل اللي مسي عليها بالخير، ولي فترة ما سمعت لصوتها ولا سمعت صوتي، ونقولها إن شاء الله نكلمك قريب يعني نحاصل كيف نتواصل معك. وأيضا كان لي مشاركات في مسرح السنابل في بعض المسلسلات المسموعة. حاولنا يعني كانت حاولنا، بس الفترة اللي نحكوا فيها كانت كل شيء ضيق، يعني عارف النطاق ضيق، كان المشاهد الليبي أو المتلقي الليبي هاجرنا ويتفرج على الفضائيات ويتفرج على يعني تعرف على نعم. كانت مشكلة تشتغل وما حد يشوف فيك، طيب يعني كانت مشكلة كبيرة. خالد، بنسأل أيضا بما أنك متخصص في هذا المجال أكاديميا في الإعلام واشتغلت فيه، وهذه يعني تجربة ثرية نستطيع أن نحكم عليها. لو سألتك فيما يشاع الآن بعقد مقارنات ما بين الإعلام في السابق والإعلام الآن، وأن الإعلام السابق إعلام كلاسيك وتقليدي وعفى عليه الزمن، والإعلام الآن أكثر تطورا وحداثة، هل نستطيع أن نزاوج بين الإعلامين في الآلية وفي الشكل، والله خلاص يعني كل إعلام له مرحلة معينة، أو كل خطاب أو كل طريقة أو آلية في الإعداد والتقديم وغيره، خلاص نقدر نحن نستفيد منها في المرحلة اللاحقة، يعني تزاوج بين الخبرات وغيرها. هو بصراحة أستاذ أحمد هذا سؤال جد 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 عميق، هذا مش سؤال تقام عليه الندوات، يعني هذا سؤالك المفروض ندوات ومؤتمرات علمية حتى تجاوبك على هذا السؤال. الإعلام الليبي يعني ما بديش ندخل في آراء سياسية ولا شيء، بس نقول لك إن لو شفت تاريخ الإعلام الليبي، الإعلام الليبي كان في بداية الاستقلال ماشي بمسار صحيح. ليش ماشي بمسار صحيح؟ لأنه ما هوش كان إعلام مقبح بالكامل، كان إعلام ناشئ، إعلام يواكب التقنية. التلفزيون جانا في 68، يعني كان ماشي بمسار معين، في قوانين تشريعات إعلامية في القانون صادرة آنذاك في الخمسينات والستينات تنظم العملية الإعلامية. شوف يعني حتى القوانين كانت موجودة، وكان الرقابة مش شديدة إلا إذا مست أمن الدولة، مش أمن شيء معين بس أمن الدولة، كانت ماشية. لكن احنا من 69 شئنا ما أبينا، أيدنا أو رفضنا، الدولة سقطت في يد نظام مش دولة، يعني بالكامل من 69 نحن أصبحنا يحكمنا نظام سياسي في غياب الدولة، سقطت الدولة في 69 وأصبحت تحكم من قبل نظام ليبي، أفراد ليبيين، شباب ليبيين يحكموه، لكن بدوا يعني مفهوم الدولة بدأ يغيب تدريجيا من الثمانينات، من السبعينات إلى الثمانينات يندرج، يعني الدولة تمت تنهار كدولة ولكن النظام أقوى من الدولة، النظام نفسه السياسي. ف بطبيعة الحال كان نظام يكبح الإعلام، إعلام موجه دون أن يراعي الطبيعة البشرية. إلى متى توجه؟ إلى متى
توجه في رسائل مقفلة للجمهور، ما حد قال، ما حد جاوب هذا السؤال، إلى متى؟ حتى انهار هذا النظام. الآن نحن دخلنا في مرحلة أسوأ من النظام السابق اللي كان يحكي، اللي هو لا نظام ولا دولة اللي موجودين فيها الآن، لا في نظام ولا الدولة موجودة. يعني كان كيف تحكم على الإعلام الآن؟ الآن في هذه المرحلة كيف الآن تحكم على إحنا الإعلام؟ لا 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 الدولة ملامحها واضحة ولا النظام موجود يحكم الدولة. فالآن نقدر نقول لك إعلام منفلت أكثر من نحن من إعلام موجه انطلق لإعلام منفلت، القذف والتشهير، إعلام لا يراعي المصداقية، إعلام ممكن يوجه رسائل تمس الأمن القومي. أنا في أمريكا هنا موجود، لو قناة معينة عندها مساحة كبيرة من الحرية، لكن لو تمس الأمن القومي الأمريكي تقفل وتعاقب على مس الأمن القومي. يعني مثلا لو قناة حدث أن تثير الفتنة بين البيض والسود في أمريكا، هذا أبسط مثال، كان على طول تقفل لأن مست الأمن القومي، لأن هذا ما تفعل هذه القناة ممكن يسبب في حرب أهلية داخل أمريكا. لكن خليني نقول لك يا خالد، المقارنة هذه طبعا خلينا نقول ظالمة زي ما يقولوا، لما أنت تعقدها ما بين ليبيا وأمريكا خاصة في الإعلام، وأنت مش شايف أن مثلا الحكم قاسي؟ بعيدا نحن مثلا هنا ما ندافعوش على نظام معين، لما تتحدث ربما أو تحاول، ما نش عارف صحح لي إذا كانت هذه مفردة دقيقة، أن تشطب مرحلة دامت 42 سنة في الإعلام. أنا أقصد مش المحتوى، المحتوى عارفين بالذات السياسي موجه وما تقدرش تدخل فيه ولا تقول رأيك ولا، هذا صح. شيء نحن عايشينه، ولكن الجوانب الأخرى، تحدثنا عن الفنان مثل راحل جابر عثمان، تحدثنا عن مرحلة معينة من بعد 70 وقبل إلى تقريبا قلت لي إلى نهاية التسعينات كان يغني ونجح بالرغم من الظروف الصعبة والإمكانيات المعدومة في تلك الفترة، لكن كان عنده صحيح. مجال أن يبدع ويتألق ويدير اسم ويعرفوه الناس. فلذلك ربما نحن لما نحكم على الإعلام في تلك الفترة نحكم عليه من الناحية السياسية، من الخطاب، من الرسالة السياسية اللي ما كانش في مجال انك تجتهد فيها، خلاص ينتهي. لكن الجوانب الاخرى الثقافيه والابداعيه مع قله الامكانيات واجتهادات هؤلاء المبدعين والمثقفين داروا اسماء، يعني ربما الدوله ما ساعدتهم شويش. هذا باش نحن على الاقل اول تصبي. انا مش مثلا لو نقول حتى الفتره 42 سنه انتج النظام فيلم عمر المختار، فيلم الرساله، مسلسلات بصمت على جدار الزمن، حرب السنوات الاربعه. يعني لما اقول فيلم الرساله وعمر المختار هو اهم عملين سينمائيا في العالم العربي كله حتى الان. لكن انا ما اقصدش بهذا، نقصد المساحه لما نقول الاعلام شيء والثقافه شيء. الاعلام نقصد بين اللي يراقب البيئه كل يوم، يعني الراي، يعني تقصد الراي والراي الاخر مثلا، لا اللي هو الاخبار اليوميه. لما تشتغل في اخبار هذا اعلام، لما تجي هذا ثقافه وفنون جانب اخر قريب منا. لكن الاعلام اللي هو مثلا، هل نحن كنا زمان كزملاء في قسم الأخبار نقدر نحرر الخبر بطريقة حيادية؟ لا، يستحيل طبعا، ما فيش كلام، مستحيل. هذا هو الإعلام اللي نحكون من اللي بتحكي للناس شو صار كل يوم، مش الثقافة، يعني على البرامج الثقافية وكذا. أنا من الأول حكيت لك، أنا كنت عندي وجهة نظر خايف من السياسة، لجأت إلى البرامج الثقافية. الثقافة كانت البرامج الثقافية تحكي عن سينما، تحكي عن فنون، عن الموسيقى، متاح. لكن ما جيت تحكي مثلا نقول والله آراء سياسية معينة، نحن كنا محرومين نذكر حتى تاريخ بلادنا بالصح. ما نقدرش نقول لك اليوم هذا ذكرى استقلال ليبيا، هذا اليوم ولد فيه مؤسس ليبيا الملك إدريس السنوسي، رئيس الوزراء الفلاني توفى، كان رئيس وزراء مثلا في النظام الملكي، كانت أمور جد صعبة مشطوبة يمنع تناولها. حتى فيلم عمر المختار، أستاذ أحمد، يعني ذكرياتنا وبعضنا زمان كيف كان الخبر معجون بالرأي، عجب، يعني طبعا. مش طريقة كانت في الخبر، يعني تقرأ مادة خبرية فيها الرأي، يعني كيف جت
خبر مجرد حيادي، ما لهش علاقه بالراي. هذا ان دل انما يدل ان الصهيونيه قائمه مش عارف كذا، وهذا ان دل ان الاستعمار كذا، وهذا ان دل انما يدل كذا. انا حديثي في جانب الاعلام السياسي والخدمات، هو بالفعل هو طبعا الاعلام كان مقيد، كنا مقيدين، ما كانش خبر يحصل في العالم الا يتم تسييسه في الاعلام، ما فيش صحيح اي خبر. صحيح. وعندما يعني تحكم على هذه المرحلة أنت يعني تحكم على دولة كانت قائمة، يعني ما كانش في شيء ينغصها، كما الآن زي ما ذكرت ووصفت بأن نحن مرحلة لا دولة ولا نظام والتشظي والانقسام وغيره من هذه الأمور اللي عايشينها، فما نقدروش نحكم على المرحلتين. عندما تقوم دولة إن شاء الله في ليبيا لو تسنى ذلك نقدر نحكم بين المرحلتين، لكن الآن أنت في تقدير أنك تحكم على دولة كانت قائمة معروفة الحدود وذات سيادة وغيرها، ولكن كانت بمواصفات هيك محددة ما تقدرش تطلع منها، يعني هذا شيء واضح. هو كانت عندي فكرة المدة الأخيرة وبديت فيها طبعا، لكن في يعني حاولت ان استعين ببعض النواب اعطيهم مقترح لاعاده هيكله الاعلام، مقترح بسيط يعني مش مقترح فلسفي ولا شيء، ان تنشا اجهزه رقابيه للاعلام قانونيه مش امنيه. يعني هناك عندنا وكاله، عندنا نيابه الاعلام، نيابه خاصه بالاعلام، وعندنا مباحث، قصة المباحث يبحث عن السوشيال ميديا، لأن الأمور هذه مش منفلتة في الدول المنظمة والمتطورة، تظل تحت الرقابة، لأن المساحة يعني يفرض لك مساحة واسعة بس في حدود، يعني ما يقدرش حد يتجاوز هذه الحدود. فكنت أتمنى طبعا لكن أن المجلس النواب بيترك فترة وإعادة انتخابات، فهذا المقترح معدود وموجود حتى يستقر وضع الدولة إن شاء الله، حنسلمة للجهة اللي تكون مخولة تتسعى لإصدار قرار تشريعي لتنظيم الإعلام في ليبيا إن شاء الله. طيب خالد، نحن أكيد خذينا من وقتك الكثير، ويعني إذا أحببت أن تختم هذا الحوار بكلمة فلك المساحة. أولا أنا سعيد جدا لسمع صوتك زميل عزيز وأخ عزيز أستاذ أحمد المقصبي، ونمسي على كل الزملاء والأستاذة وفاء أبو جواري، ونشكركم على هذه المساحة ذكرت فيها طبعا. معنا أخوك المنفذ عبد الله المسماري أيضا موجود معنا. كل الأسرة الكريمة لسيد عبد الله المسماري، وكل الأسرة الكريمة وكل العاملين بهذا الصرح الإعلامي، نشكركم جميعا. بدينا الحمد لله بذكر السنة الأولى لوفاة خالي الراحل، حنا تكونوا كلكم حضور اليوم بمسرح الشعبي بإذن الله، وتشاهدوا بإذن الله وتحضروا التكريم. وأنا سعيد جدا باللفتة الكريمة لزملائي الفنانين والمثقفين والإذاعيين في تأبين الراحل، حقيقة كانت لفتة كريمة جدا وأثلجت صدري حقيقة وصدر كثير من الناس. ونتمنى طبعا أن نشوف بلادنا في وضع أفضل ووضع متقدم، وليبيا صدقوني فيها كل مقومات أن تنشأ دولة متطورة، دولة ما تكون شعبة على الجوار، يكون الجوار يعني تحمل الجوار، مش انها تلعب على الجوار على مصر وعلى تونس. المفروض نحن نشوف في المستقبل ان شاء الله القريب نشوف الاخوه العرب يجوا يعالجوا عندنا ويدرسوا عندنا دراسه، مش نحن كان دراسنا نطلع برا وكان نعالج ونطلع برا والخدمات سيئه في البلاد. اتمنى نشوف ليبيا في القمه قريبا يا رب ان شاء الله. شو الجو بارد عندكم؟ الجو
صيفي بس ما فيش الرطوبة. نحن طبعا عرب بنغازي كنت نحب الرطوبة، بعد مرات تلقى روحي بعد تلعب من الرطوبة ما تريحش بالرطوبة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بشوف فلوريدا تقطع بنغازي دائما، يعني اكيد هو نفس دائما الطقس تقريبا، يا مرتفع هيك في درجة الحرارة. شكرا لك أستاذ الإذاعي والإعلامي أخونا خالد الدرسي، بارك الله فيك على هذه التفاصيل، ونتمنى لك إن شاء الله أيام هانئة وسعيدة ورائقة. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا، تحياتي للجميع، مع تحياتي، السلامة. إلى اللقاء، السلام عليكم، سلام. السلام.